في البداية أود أن أشكر وأن أهنئ كل من ساهم في تنظيم هذا الحفل التكريم لواحد ممن يستحق أكثر من التكريم وأكثر من الالتفات وأكثر من شكر وثناء، نظير عطاء لكل من قدم خطوات طيلة مشواره المهني ليتقدم هذا المغرب إلى الأمام على جميع المستويات. وفي الحقيقة فمن الصعب أن أتحدث عن إنسان وإطار من حجم العزيز السدوري وصدق إخلاصه وبغيرته، بل ومشهور له بمواقف إنسانية حتى في الفترات الصعبة، وأعني ما أقول حتى في الفترات الصعبة، كان ذكيا في الخروج دائما بنتائج إيجابية لصالح رجال الصحة بهذا الإقليم، لهذا هو رجل دولة كما قال الدكتور مرضي. هنا أقر بصعوبة الحديث عن المحتفي به اليوم، وهو بإحالته عن التقاعد، نكون قد خسرنا فيه إطار يجمع بين التجربة والمسؤولية والإخلاص والضمير المهني الذي تنصح حضوره فارسا. أطلب منه أن يظل أيضا قريبا منا وبجوارنا، نستلهم منه حكمته وهدوءه وإخلاصه في العمل وتجربته التي اكتسبها.